في التنسر فلو، إذا أنتوا حابين تطبقوا هذا الأمر عمليا، أنتوا في عندكم هنا في التنسر فلو توتوريالز، أو إذا أنتم مش قادرين تكتبوا أو يعني تلاقوا هذا اللغة تكتبوا تنسر فلو مع توتوريالز بجيب لكم إياه أول رابط يفترض. وهنا في عندكم reinforcement learning، هنا auto actor critique method. في الاكتور كريتيك ميثود انه البروبلم انا عندي نفس هذيك، انا في عندي ايجنت، الايجنت احنا في المثال اللي اخذناه كان مطلوب منه انه هو يتحرك صح، لكن الايجنت هذا هو عباره عن قاعده، والقاعده هذه انه في عليها عصايه، والمطلوب من الايجنت انه يحافظ على التوازن العصايه وما تسقطش، فبالتالي الموفمنت تبعته او الاكشن تبعته انه يتحرك يمين وشمال بسرعة معينة أو باتجاه معين عشان إنه هو يحفظ التوازن، كل ما تميل في اتجاه بروح بلف بالاتجاه الثاني، فبالتالي الريورد إنه أنا يعني أحافظ على العصاية هذه مستقيمة قدر الإمكان. ففي باكج في البايثون اسمها جيم، ممكن انه نعمل فيها اعمل كونفيجريشن للانفايرمنت اللي موجوده عندي تمام، وهذا عباره عن الايجنت تبعي او الاكتور كريتيك، وهي الشغلات اللي بيسووها تمام، وهنا مرحله التريننج انا عندي تمام، فبالتالي هذا ممكن انه اشغله على الكولاب. اوكي هاي الكولاب، رابط الكولاب، فممكن اشغله عليه بهذا الشكل. عدا عن المثال هذا، في انا عندي هنا التنسور فلو ايجنتس، هنا في انا عندي قائمة، يعني هنا في شرح انا عندي اكثر على التي اف ايجنت reinforcement learning with TF agents. هنا أنا بعرف الايجنت الخاص فيها، لأنه الفكرة في الموضوع أنه لازم يكون في عندي مكتبة أو framework أو إطار أقدر من خلاله أعرف الايجنت الخاص للبروبلم تبعتي. ممكن يكون في أنا عندي ايجنت لتنظيف الغبار مثلا، ايجنت ل انه ينقل البضاعه من مكان لمكان ثاني، فبالتالي انه انا بدي اعدل بدي اصمم الايجنت هذا، فكيف بدي اصممه؟ من خلال انه انا اتفرج على المحاضره هذه اللي هو انسايد تي اف ايجنت، بعرف الكلاس تبعه، بعرف الفانكشنز تبعته، ايش الاكشنز، ايش الستيتس تبعته، وهنا بركز على موضوع انه كيف ممكن نعمل ترين للايجنت هذا. طبعا هنا في مجموعه من الاكزامبلز للايجنتس موجوده على الجيت هاب هنا برضو كذلك. هذه مالتي ارمد بندت تمام، هنا في اكزامبلز الايجنتس، هنا هيومن ليفل كنترول ثرو ديب رينفورسمنت ليرنينج، هذا دي كيو ان، يعني المصطلح هذا دي كيو ان حيمر عليكم كثير، يعني لو انتم مهتمين في موضوع reinforcement learning وبدكم تعملوا عليه ابحاث او مشاريع او شغله زي هيك. في برضه الدي دي كيو ان، هنا ديب reinforcement learning زي ما شفنا في التنسر فلو، هذا ديب reinforcement learning، هذا continuous control with ديب reinforcement learning، دي 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 جي بي. فهذه أمثلة عديدة موجودة، وموجود الإمبليمنتيشن تبعها، يعني ممكن أن أشوف هذه وهذه. هذه لا مش موجودة الإمبليمنتيشن تبعها، هذه أنا بعتقد في لها إمبليمنتيشن، ما هي View Open Source، في الإمبليمنتيشن تبعها موجود على الديب مايند. اوكي فهذه الورقة بتحكي عن ايجنت معين والتصميم تبعه وطريقة التعليم تبعته انه موجودة هنا. فهذه هي المصادر اللي كنت حابب انه انا اعطيكم اياها بخصوص موضوع يعني كتطبيقات على الايجنت كتطبيق عملي لو انتم حابين تتوسعوا في هذا الموضوع. اوكي يعني اختصارا انه هنا في انا عندي امثله لايجنتس معموله
في الأكاديميا، وهنا أنا في عندي كيف إنه أنا ممكن أكتب الإيجنت تبعي، تمام؟ فهي بعرف الإيجنت، تمام، بهذا الشكل. فهنا بدخل في تفاصيل إنه كيف بدي أعرفه وأصممه، وهنا بركز على كيف إنه أنا أعمل له ليرنينج. أوكي.